بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مع سلسلة خطوة بخطوة، سلسلة خطوة بخطوة الجزء الثاني من السلسلة، الباب الثاني، سينيالي دي بريكولو، إشارات الخطر. ومعنا النهاردة هنكمل بقية الإشارة دوبيو كيرفو بيركولوزو لبريما أديسترا ودوبيو كيرفو بيركولوزو لبريما سينسترا. خدنا الجزء الأولاني اللي هو فيه كل الأسئلة الصحيحة اللي موجودة على الإشارتين، سواء كان المنحنى المزدوج الأول على اليمين أو المنحنى المزدوج الأول على اليسار. الكلام ده في الفيديو رقم 203، وهنسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف أسفل الفيديو. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية الدرس، بقية الإشارة دوبيو كيرفو لبريما ديسترا ودوبيو كيرفو لبريما سينسترا زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. طبعا الشرح احنا اتكلمنا عليه في الباب الثاني، وكمان اتكلمنا عليه في الجزء في الباب 203. النهاردة هندخل على طول في الأسئلة اللي معانا، الأسئلة كلها الإجمالية اللي موجودة على الإشارتين تقريبا حوالي 21 سؤال، حلينا نصهم في الفيديو الأولاني، النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية حلهم. نشوف مع بعضنا أسئلتنا النهاردة وإزاي هنقدر نتعامل معها. أول سؤال معانا، طبعا إحنا هنبدأ بالسؤال رقم 27 لأن الأسئلة اللي فاتت كلها حليناها من 1 ل 26. السينيال الفجاراتو برونونشا ونطراتو داسترادا كون سي فاتشينتو استرادا استروتشا لوفولي. السينيال اللي معانا بيقول تشير الإشارة الممثلة إلى امتداد طريق أو جزء من الطريق زلق. استرادا استروتشا لوفري طريق زلق. طبعا الاجابه هتبقى فالسو. اللي معايا هنا دوبيو كيرفو بريكولوزو لبريما ديسترا، منحنى مزدوج الاول على اليمين يبقى فالسو. السؤال الاخر، ان بريزنسا دي سينيال فيجاراتو اي كونسنتيتو سوبراري موتوتشيكلي يتشيكلو موتوري استرادا دو كورسيا اي دوبيو سينسو دي شوركولوسيوني. هنا بيقول عند تواجد الاشاره الممثله او تسمح الاشاره الممثله بتجاوز الدراجات الناريه او الدراجات الناريه الخفيفه على طريق بممرين واتجاهين اتنين للسير. طبعا الكلام ده هيبقى فالص لان احنا نعرف ان الكورفو عند المنحنيات فيتاتو تشينكو كوزا، خمس حاجات دايما ممنوعين عند المنحنيات، من ضمنهم خدنا السور باسو. يبقى السور باسو عند المنحنيات سواء كان دوبيو كيرفو او كيرفو يبقى فيتاتو. هنا بيقول لك كونسنتيتو يعني بتسمح، تبقى الاجابه هتبقى فالسو. سؤال تاني، ان بريزنسا دي سينيال فيجاراتو كونسنتيتو افيتواري لا فيرماتا ان كورفو، تسمح الاشاره الممثله بالتوقف عند المنحنيات. ايضا عرفنا من ضمن الحاجات الخمسه اللي ممنوعه عند المنحنيات الفرماطة والسوستا، يبقى طبعا الاجابه هتبقى فالسو. هنا نوني كونسنتيتو افيتواري لا مانوفرا دي فيرماتا، يبقى فالسو. السينيال فيجاراتو برونونشا انترات دسترادا كون بافامنتاسيوني ايرجولاري. هنا بيقول ايضا تعلم الاشارة الممثلة عن جزء من الطريق في حالة سيئة. طبعا هنا الاجابة هتبقى فالسو لان استرادا كون بافامنتاسيوني ايرجولاري ديت تنطبق على الاشارة اللي هي استرادا دي فرماطة. اما اشارتنا اللي معانا فهي دوبيو كيرفو لبريما اديسترا، منحنى مزدوج الأول على اليمين يبقى فالسو. السينيال الفجاراتو برونونشا انتراتو دسترادا إكوا كونسنتيتو لا مانوفرا دي ريترو مارشا. هنا بيقول تعلم الإشارة الممثلة عن جزء من الطريق بيسمح فيه بالرجوع إلى الخلف. الإجابة طبعا هتبقى فالسو. ليه؟ إحنا خدنا عند المنحنيات دايما قلنا خمس حاجات ممنوعين من ضمنها مانوفرا دي ريترو مارشا الرجوع للخلف، يبقى الإجابة فالسو. سؤال آخر، السينيال فيجاراتو برونونشا اون ديفيسيوني بير لافورو ان كورسو، تعلم الإشارة الممثلة عن تحويلة لأشغال على الطريق. لافورو ان كورسو منطقة أعمال أو أشغال على الطريق. طبعا الإجابة هتبقى فالسو.
فالسو ليه؟ لأن إحنا نعرف هنا إن كلمة لافورو إن كورسو أو كانتيرا استرادالي لما تيجي في السؤال لابد يكون السينيالي بخلفية صفراء، يعني الفوندو جالو. من غير ما يكون الفوندو جالو هقول على طول فالسو، لأن هنا الإشارة بيتم تحويلها إلى اللون الأصفر في حال وجود أشغال على الطريق، يبقى فالسو. In presenza del segnale figurato posto su strada dove corsia e doppio senso di circolazione è consentito superare nell'ora diurna. هنا برضو بيقول تعلم الإشارة الممثلة أنه على طريق بممرين واتجاهين اتنين للسير بيسمح أيضا بكونسنتيتو سور بصاري، يسمح بالتجاوز خلال ساعات النهار للأورا دي أورن. طبعا الإجابة هتبقى فالسو، التجاوز ممنوع فيتاتو سور باسو للكيرفو نالأورا دي أورن أنكل نالأورا نالتورن، ساعات الليل ساعات النهار فيتاتو السورباسو يبقى فالسو. نشوف سؤال كمان، السينيال انفجاراتو برنونشا اون تراتو دي استرادا ان كوا كونسنتيتو لانفيرسيوني دي مارشا. عند أو تسمح أو تعلم الإشارة الممثلة عن القيام بعملية العكس اتجاه السير الانفيرسيوني دي مارشا، طبعا الإجابة هتبقى فالسو. ايضا الانفيرسيون دي مارشا من الخمس حاجات اللي هم دايما ممنوعين عند المنحنيات، يبقى فالسو. السينيال الفجراتو برنونشا اون ديتشيزا بروكولوزو، تعلم الاشاره الممثله عن منحدر شديد الخطوره او منحدر خطير، طبعا الاجابه طبعا هتبقى فالسو. فالسو ليه؟ لان هنا اللي قدام مني مش ديتشيزا، اللي قدام مني دوبيو كيرفو بروكولوزو لا بريما ديسترا، أول هنا منحنى مزدوج الأول على اليمين، يبقى الإجابة هتبقى فالس. السينيال الفجراتو برونونشا اون كروتشو، تعلم الإشارة الممثلة عن تقاطع، طبعا الإجابة هنا هتبقى فالسو، ده مش تقاطع، ده عبارة عن دوبيو كيرفو لا بريما ديسترا، يبقى فالسو. سؤال تاني، السينيال الفجراتو برونونشا اون ركوردو دي أوشيتا دل أوتوسترادا، تعلم الإشارة الممثلة عن خطوط للخروج من الأوتوسترادا، يبقى من الطريق السريع، يبقى الإشارة بتعلم عن خطوط فصل الاستريتشا ركورد، خطوط فصل لأوشيتا دل أوتوسترادا للخروج من الطريق السريع، طبعا فالسو برضو دوبيو كيرفو لبريما أديسترا. In presenza del segnale figurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nel primo curvo. تعلم أو عند تواجد الإشارة الممثلة تسمح الإشارة necessario من الضروري، عند تواجد الإشارة الممثلة من الضروري تخفيف السرعة فقط للبريما كيرفو عند المنحنى الأول، طبعا هنا الإجابة هتبقى فالسو. ليه فالسو؟ لأن هنا مطلوب مضرار لفولوشيتا للبريما كورفو أنكل للسكوندو كورفو، كمان هنا عندي في كلمة اسكلوزيفامنت، يعني برضو اسكلوزيفامنت لما بتيجي في أي سؤال بتبقى على طول 100% السؤال فالسو. ندخل على سؤال آخر، السؤال رقم السؤال رقم 39، بنقول فيه السينيال الفجراتو برونونشا اون تراتو دي كاراجاتا استروتشا لوفل، تعلم الإشارة الممثلة عن جزء من المسار زالك، طبعا الإجابة هتبقى برضو فالسو، الإشارة اللي معايا أو السينيال اللي معانا دوبيو كيرفو لا بريما سينسترا، منحنى مزدوج الأول على اليسار. السينيالي أو السينيالي كون البانيلي انفيجورا برونونشا اون تراتو دي استرادا لونجا 3.8 كيلومتر كون اونا سيريا دي كورفو بيروكولوزو، يعني هنا عايز يقول لي في السؤال عند تواجد الإشارة الممثلة مع اللافتة الإضافية الموجودة في الصورة اللي هي اللافتة أو بانيل انتجراتيفي 3.8 كيلومتر، هنا بيقول عبارة عن طول سلسلة من المنحنيات الخطيرة، بيعبر عن طول سلسلة المنحنيات الخطيرة، طبعا الإجابة برضو هتبقى فالسو، لأن احنا نعرف إن العلامة ديت أو اللافتة الإضافية البانيل الانتجراتيفي 3.8 كيلومتر معناتها هنا إن المنحنى المزدوج أو الخطر الموجود بيتواجد على بعد 3.8 كيلومتر، مش طول
المنطقه اللي فيها سيريا دي كورفو بيركولوزو، يبقى هنا فالسو. ده العلامه ديت مش بتاعه سيريا دي كورفو بيركولوزو، في علامه اخرى اللي فيها تورنانت او كريتورنانتي او لابريما سيريا. البريما سيريا يعني اول منحنى في السلسله، او تري سيريا التلات منحنيات او المنحنى رقم 3. اما البانيلي ده فمعناته ان المنحنى بيتواجد على مسافه 3.8 كيلومتر، يبقى فالسو. In presenza di segnale figurato consentito la manovra di retromarcia، ايضا تسمح الإشارة الممثلة بالرجوع للخلف، طبعا فالسو لأن هنا برضو السؤال هنا مكرر بس جاي مرة مع دوبيو كيرفو لابريما ديسترا ودوبيو كيرفو لابريما سينسترا، جاي مع المنحنين اتنين، في كلتا الحالات هتبقى الإجابة فالسو. السينيال الفجراتو برنونشا انتردد استرادة دي فرماتا، تعلم الإشارة الممثلة عن طريق غير ممهد. طبعا استرادة دي فرماتا لها إشارة أخرى ما هيش ديت، الإشارة اللي معايا دوبيو كيرفو بريكولوزو لابريما سينسترا، يبقى فالسو. السينيال الفجراتو برنونشا أونا استراتوية، تعلم الإشارة الممثلة عن تضييق. طبعا الإجابة هتبقى فالسو، الإشارة اللي معانا مش تضييق في المسار ولا في الطريق، أمال الإشارة ديت إيه؟ دوبيو كيرفو لابريما سينسترا، يبقى فالسو. إن بريزنسا دي سينيال الفجراتو كونسنتيتو سوبرار الموتوتشيكلي تشيكلو موتوري سوسترادا دو كورسية إي دوبيو سينسا، أيضا عند تواجد الإشارة الممثلة يسمح بتجاوز الدراجة النارية أو الدراجات النارية الخفيفة على طريق باتجاهين وممرين اتنين للسير. طبعا الكلام ده برضو مكرر في السؤال السابق ولكن جاي مع الإشارة اللي هي دوبيو كيرفو لابريما سينسترا، سواء كان لابريما سينسترا أو لابريما ديسترا، في كلتا الحالات السور باسو فيتاتو نون كونسنتيتو، يبقى فالسو. In presenza del segnale figurato necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima curva، برضو نفس السؤال مكرر وجاي مع الإشارة دوبيو كيرفو لابريما سينسترا، أيضا مع الإشارة الأخرى دوبيو كيرفو لابريما سينسترا، في كلتا الحالات مع الإشارتين الاتنين السؤال ده فالسو. فالسو ليه؟ لأن مطلوب تخفيف السرعة عند المنحنيين سواء لابريما أو للسكوندا. أيضا في كلمة اسكلوزيفامنت أيضا بتخلي السؤال 100% بيبقى فالسو. سؤال آخر السينيال فيجراتو برنونشا أونا كونفلونسا أسينسترا، تعلم الإشارة الممثلة عن تحويلة على اليسار. طبعا الإشارة اللي معايا أو السينيال اللي معانا مش كونفلونسا، الإشارة اللي معانا دوبيو كيرفو لابريما سينسترا، يبقى فالسو. السينيال الفجراتو برونونشا انترات داسترادا كون اونا سيريا دودوسو، تعلم الإشارة الممثلة عن طريق بسلسلة من المطبات، هنا عبارة عن سلسلة أو اونا سيريا دودوسو، الإجابة فالسو. الإشارة اللي معايا عبارة عن اون سيريا دي كيرفو وليست دوسو، يبقى سلسلة من المنحنيات أو سلسلة من المنعرجات وليست سلسلة من المطبات، يبقى فالسو. إن بانيلي ريفوجراتو أو السينيال ريفوجراتو بنونشا أونا ديفيسيوني بير لافورو إن كورسو، نفس السؤال أيضا جاي بالصيغتين الاتنين مع الإشارتين دوبيو كيرفو لابريما ديسترا ودوبيو كيرفو لابريما سينسترا، في كلتا الحالتين الإجابة هتبقى فالسو لأن قلت هنا لافورو إن كورسو لابد إن الإشارة بتبقى بالخلفية الصفراء، وعرفنا إن كل إشارات الخطر بلا استثناء الـ 36 إشارة من إشارات الخطر كلهم بيتم تحويلهم من الخلفية البيضاء إلى الخلفية الصفراء فوندو جالو باستثناء كروتشو دي سان أندريا والبانيلي ديستانسا متريتش علامة المسافات، يبقى فالسو. سؤال 49 البريزنسا دي سانيال فيجاراتو بوستو سوسترادا ايدوا كورسيا دوبيو سينسا دي كونسنتيتو سوبراري اونا فيكولي مولت لينتو، هنا عند تواجد الإشارة الممثلة في طريق باتجاهين وممرين اتنين بالسير يسمح بتجاوز العربيات البطيئة في السير. طبعا الإجابة تبقى فالسو، احنا نعرف دايما ان عند المنحنيات فيتاتو السور باسو، خمس حاجات ممنوعين عند المنحنيات من ضمنهم فيتاتو او نون كونسنتيتو سوبراري أو السور باسو، يبقى السور باسو ممنوع، يبقى الإجابة تبقى فالسو لأن هنا بيقول لي كونسنتيتو، يبقى فالسو. سؤال 50 إن بريزنسا دي سينيال فيجراتو إي كونسنتيتو إفتواري لا فيرماتا إن كورسبوندنسا ديل كورفو،
عند تواجد الإشارة الممثلة يسمح بالتوقف. طبعا هنا قلنا الفيرماتا نوناكون سنتيتو، يبقى فيتاتو لا فيرماتا، فيتاتو لا سوستا، التوقف والوقوف ممنوع عند أو بالقرب من المنحنيات، لا تقدر تعمل سوستا ولا حتى فيرماتا. يبقى الإجابة هتبقى فالسو، لأن هنا بيقول لي كونسنتيتو. ندخل على السؤال الأخير، إن بريزنسا دي سينيال فيجاراتو كونسنتيتو لإنفيرسيوني دي مارشا، عند تواجد الإشارة الممثلة يسمح بعكس اتجاه السير. طبعا السؤال ده برضه مكرر، أغلبية الأسئلة مكررة جاية على الإشارتين الاتنين، فإحنا عايزين نوصل لك إن سواء كان المنحنى أو دوبيو كيرفو لبريما ديسترا أو دوبيو كيرفو لبريما سينسترا، بينطبق السؤال على الوجهين الاتنين، عند المنحنيات بجميع أشكالها، عند أربع منحنيات، كيرفو ديسترا، كيرفو سينسترا، دوبيو كيرفو لبريما ديسترا، ودوبيو كيرفو لبريما سينسترا، الأربع أشكال أو الأربع أوضاع من المنحنيات، فيتاتو تشينكو كوزا، فيتاتو لفيرماتا، فيتاتو لسوستا، فيتاتو ريترو مارشا، فيتاتو لينفرسيونو دي مارشا، فيتاتو السور باسو. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، حتى نلقاكم في درس جديد من دروس سلسلة خطوة بخطوة. لكم مني خالصا منى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.